كده برضو يا أمنا قريني، أعرف من أبونا بيه من السرياني إنك تعبانة؟ ما ينفعش يا بنتي، لازم تروحي للدكتور حالا. دو شوية تعب بسيط يا سيدنا، هياخدوا دورهم ويعدوا. جنازتكم بس تصليلي وانا هبقى زي الفل. أنا هصليلك يا بنتي، وأمك العذراء أبو سيفين يتشفعولك، بس لازم تروحي للدكتور. حاضر يا سيدنا. وتتصلي بيا ضروري وتقوليلي إيه اللي عندك علشان نهتم ونعمل اللازم. حاضر يا سيدنا، زي ما جدتكم تشوف. لازم يا بنتي تتصلي بيا وتطمنيني عليكي. ربنا معاك يا أمنا قريني. سلام يا بنتي. خير يا تمارا؟ انت لسه تعبانة؟ احنا لازم نروح للدكتور حالا. تعبانة كتير قوي. مش هجيب نايت وحل الوريقة. بقالك يومين بتنزف يا امنا. لازم نروح للدكتور. ارجوك يا تمارا. ما تخافوش. ربنا جليت وانا هبقى كويسة. انا هروح للدكتور. انا معاد سيدنا البابا. وانت نوري في الحياة، وانت فرحي وهدفي.